شكرا الفنان محمد محمود عبد العزيز. يا محمد اهلا بيك. ظاهر زي حضرتك. اهلا بيك يا محمد. انت عشت الاجواء اللي انا شايفها دي؟ انتوا البلطجيه اعتادوا عليكم فعلا؟ للاسف يا استاذ وائل، والله شيء محزن جدا جدا جدا. احنا طول عمرنا متربيين ان البيوت لها حرمه، فدي ناس لا بتراعي حرمه بيوت ولا بتراعي اي حاجه بصراحه. يعني النهارده احنا تعرضنا لحاله ارهاب نفسي مش طبيعي وارهاب جسدي لبعض الناس اللي قدروا ان هم يوصلوا لهم ويضربوهم ويسيبوهم ويعوروهم بشكل كانوا يعني على مرمى ومسمع من الناس كلها، الشارع كله كان شايف وبيتفرج. وشتايم والفاظ واهانات، ما حدش فينا عمل اي حاجه تستدعي ده خالص يعني. بس انتوا بتصوروا مسلسل، يعني انا مش شايف ال نصور مسلسل وفي شقه في دور تاني في موضوع تاني مالوش، يعني مش في الشارع حتى، مش عاملين قلق في الشارع. زائد ان حتى الشقه اللي احنا فيها احنا مأجرين الشقه، فبالتالي الناس راضيه وموافقه، مش داخلين مغتصبين الشقه يعني. بس هل سمعت اللي قالته رانيا ده يا كفره وبتاع وطلعوا؟ يعني للاسف سمعته، للاسف سمعته. انا كان همي بمنتهى الصراحه، انا واستاذ ايهاب محمد علي واستاذ طارق ومعانا ناس كتير جدا من الرجاله اللي كانوا واقفين معانا جوه الحكايه، كان همنا كله ان احنا معانا ستات كتير، والمشكله يعني احنا في النهايه كرجاله هنضرب هنتضرب هنتعور هنتعرف، ان هي رجاله في رجاله مش قضيه، لكن المشكله ان احنا معانا اعراض، معانا ستات، فما كناش حتى عارفين نتصرف، وهم عاملين يكسروا البيت علينا من بره ومن جوه، شوم بيترمي علينا وحديد وطوب وتكسير ازاز وتكسير شقه بقت على الارض. ما احنا شايفين المشهد واسلحه والناس. عموما محمد بتوجه لك بالشكر، محمد محمود عبد العزيز.